نمشيو للدار يظهر لي جبت معاك القفة باش نقضيو شوية قضيات للدبارة بالنسبة لليوم. اي باش نمشيو للعطرية نتاعنا هنا في البلاد. ما حبيت نقصيني في الدار شقال الفاكهة باش نحب نشريهم مع بعضنا ومن بعد نمشيو نطيبو دبارتنا. باهي مرحبا. جولتنا كالعادة باش تبدا بشراء قضية شقال الفطر، لكن المرة هذه من عند عطار القرية اللي نلقاو فيه الخضرة مرة في الأسبوع. عاصمة بيسا، السلام عليكم عاصمة. بيس عام فيك رمضان. الحمد لله. قطة مع الموز. فما إقبال هكا توا في شهر رمضان أكثر على غير العادة. هاي ارطي لك هيك كيلو مره. قضينا ما يلزمنا من الخضره، فلفل وبطاطا وشويه غله، وقصدنا ربي للدار. طابت صغاره هكا يزي ولا نزيدو كعبه اخرى هكا؟ باش تشري خضره؟ اي باش ناخذ بطاطا وباش ناخذ خضره. نختار شويه بطاطا. هاي هي البطاطا. هاي هاي شوفي شوفي كيف نلقاو القهوة هذه في أعلى قمة في تمزرت؟ في القهوة هذه من عام 1963. كوثر بن جمعة صاحبة الفضاء العائلي عاشت في أحضان هالقرية واختارت إقامة هالمقهى في تمزرت بهدف الحفاظ على الثقافة التونسية الأمازيغية والتعريف بتقاليدها اللي تجذب السائح الأجنبي والتونسي. من هوني تشوف تمزرت الكل، لي تريانغل زيدا بربير، منظر ياسر مزيان من هنا محليها. ايه ونشوفوا زيدا القرى الامازيغيه الزوز الاخرين اللي هي توجد تبعد علينا 3 كيلومتر، والزراوه القديمه زراوه انسيان تبعد علينا 8 كيلومتر. هاكا واضحين ريت الجامعه نتاعها. الجامعه هذيك؟ الجامعه هاكا الفيلاج بعيده شويه. ايه هاكا فارغه خاطر هاكا الجامعه يظهر ريتو. ايه احنا في رحله عبر الزمن في الثقافه الامازيغيه. كل ركن نلقاو فيه كنز، وكل زاوية في هالمكان تحكي قصة أجدادنا وذاكرتنا على مر السنين. يعني بمكلتنا بلبستنا بالمعمار نتاعنا زيدا كيف كيف، وان شاء الله دبارت اليوم تعجبكم. ان شاء الله ان شاء الله دبارة ما عادش بكري ذولي لازمنا نفطر. اي لازمنا نشوفوا الرفو خاطر قريب المغرب. المغرب مرحبا عايشك. عسلامة شنو حوالك؟ لاباس مرحبا. هذه اختي سلسبيل شرف وعايشة تقرا تروازيام عفوا وتعاون فيا في الدار. دبرتنا اليوم وشقال الفطر باش يكون في اقدم مقهى امازيغي. عسلامة ازول فينا مايلي مرحبا. ازول فينا مانتا الحوالم شنو حوالك؟ لليوم سكان هالقريه يحكيوا بيناتهم اللغه الامازيغيه اللي تمثل مصدر فخر واعتزاز بأصالتهم وجذورهم. شنو هي؟ قالت لك مرحبا بيك. نعرف كان عسلامة أجول يعني ناطقين بالأمازيغية دونك حكيت معاك بالأمازيغي. قالت لك مرحبا بيك بحذانا وفي تمزرت في تمرثنا معناها بلادنا. محليها لبستك. محلي أيامك يا يلي. عايشة. يا أخت مرت خالي زاد الشق فطرها بحذايا كيفكم أنتم؟ احنا ضياف كيفك ديجا. مرحبا بيكم. محليها عايشك. الشق فطرهم بحذانا الليلة. مرحبا سيسن. مرحبا. عايشك ربي يفضلك. عايشك. باش نطيبوا الكرابيز اليوم. تيكربيزن هي من الاكلات الامازيغيه. من الاكلات الامازيغيه عندنا في رمضان نعملوا تيكربيزي. نعملوا بركوكش، نعملوا في مغضى في فرشين ونقي فرشين ونتقى نتقى نتقى الكسونير
الأكلات هذه يعني طيبوا فيها ما زالت لليوم موجودة يعني موجودة محافظين اليوم. عليها محافظين عليها حتى التوى. تي مغضة هو البرغل تي مغضة وتي فرشين هي تشيشة يعني أكثر الأكلات هي أصلها أبازيغي صحيح وكل الرئيسية إحنا نميحو ديما للمغرفة نتماحى ديما يتغرف تغرف هي المغرفة مغرفة مغرفة برشا دونك الهريسة تي مغضة البرغل تي مغضة بالأمازيغي دونك هو برغل تشيشة تي فرشين كسو اللي هو الكسكسي بالطبيعة كسكسي قمح أي كسكسي قمح كسكسي نيرد الكسو نيرذن نعملوه بالعصبان الشايح بالقديد باللحم اللي موجود معنا ديجا انت سبقت اللي دبرتنا بالنسبه لليوم هي دبرتنا امازيغيه 100% صحيح والطبق الرئيسي فيها اللي هو التيكر بيزن بالقديد بالقديد اللي بعد شويه باش نشوفوا المكونات نتاع التيكر بيزن كوثر وكان نزيد نفكروا بمكونات التيكر بيزن اللي هو الطبق الرئيسي بالنسبة لليوم أي الحلبة أي والعدس والحمص اللي هما الكل ديجا حطوهم على الماء البارد يتيبوا وحدهم يتغليوا يعني أي لكل شيء نحطوه معاه القديد زي ده كيف ومعاه الثوم البصل الفاح الفلفل الطماطم كل شيء نحطوه مع البارد بيه حطينا الحلبة والعدس والحمص ونزيدوهم البصل والثوم تبيعة هي ثوم والقديد اللي احنا عينا ميزاننا خطر منحبوش حاجة مالحة برشا في رمضان كل شيء من الأول يعني تبع البردة اي تحطوا يغلي بالماء نتاعه وكل شيء فهمت منعملوش حار برشا توا رمضان مستحسن يعني اقل أكل حارة خاطر نحنا ناكلو الموزوز والحار أما ديما في رمضان ماذا بينا نقصو شوية باش ما نتقلقوش فوالا الهروس طماطم والفلفل زينة ونحطو زادا تيبلو كروية فلفل أكحل كركم اللي هو فيه كامل هذا ليه الملح كيما قلنا ما نحطوش خليوه فيه القديد على خاطر القديد مالح بالطبيعة صحيح فوالا دونك توا السوب نتاعنا هذيا الكرابيز نتاعنا تقعد تطيب مين يطيب الحمص اوكي اي والعدس والحلبه من بعد احنا في الاخر باش نرميو الباتا نتاعنا الاكله هذه هذولي ماهيش مكلفه ما تطلبش برشا وقت في متناول الجيب الناس الكل متناول يعني الجميع تطيبها سهله صحيح نجموا الناس الكل يطيبوها كيما تنجم تطيب بالقديد كيما تنجم تطيب لحتى شيء كيما يعني تنجم تطيب باللحم اوكي دونك اما شنو تاخذ وقت شويه في تحضير البات وكها تحطها فوق الغاز وتنسيها تمشي تجيب بحاجه اخرى دونك احنا توا باش نمشيو نحضروا البريك نكملوا البات نتاعنا اللي هي البريك باش نعملوا سلطه خضراء ومن بعد نمشيو نحضروا طاولتنا يذول يا سلسبيب تجي تعاونا شويه في السلطه مازال السكان هنا يعيشوا بتقاليد غذائيه اصيله ضاربه في القدم كيما تخزين القنديل والزيتون واستعمال مكونات مستخرجه من الطبيعه فما الزيتون المالح اما احنا ما ناكلوهش برشا ناكلو هذيا اللي هو معناها زيتون اكحل شيء كانه شيء خيريته صحيت وماهوش مملح وبنين على الاخر خاطر الزيتون الملح ماك تعرف الملح احنا يعني من هذا من الحاجات اللي تعملوهم في العوله نتاعكم السنويه كل عام على العوله ديما الزيتون اللي فيها الزيتون وفيها التيكربيز زيادة يعني تنجم تقعد في الكونجيلاتور ولا يلزمها تكون خضرة جديدة مين هذي إذا يوسفي شيحة البلد تحطها في حاجة وتخليها وتخليها تنسيها كما يعني المقرونة ولا أي صحيح والزيت الزيتونة اللي هو الزيت متاع الزيتون هذا زرازي كيف كيف دونك زيت الزيتونة ما يغيبش على الطاولة والزيتون معناها من الحاجات الأساسية اوكي شنو عاود كدارين حاضر معايا صويبه فاطمه ارفس لي البطاطا هذيك بطاطاك واش نزيدوها زيده كيف كيف في البصل جويد قصوا البصله جويده خاطر نحبوا هنا هكايا البصل في صويبه فاطمه اي نعملوه برشا احنا بيبنن عرفت ما تكونش تجين بنارين فاهمة تجين بنارين اي حسرة اي نينة قبل يرحمها اي طيب وتجين بنارين
عامة الطاجين بنارين هو الطبق المشترك يعني يمكن في برشا ولايات. دوك نصب لك البصل. انا نكمل البطاطا احلى فيها. ما يسالش معاه يترفس نورمال. سالش؟ اي بالعكس. نعملوا شوية كركم وشوية أوحى شوية. اي الشعار نتاع الامازيغ نلقاوه حتى في الفلوس حنا لان في القهوه نلقاوه في الديكور نلقاوه في بلايص الكل. اي صحيح. دونك هذوك الحروف باللغه الامازيغيه تيفينيغ وهذه راهي توحيد شمال افريقيا الكل معناها في وسط الفضاء. شدتنا بعض الرسوم والالوان المخطوطه على الجدران وزاد الماعون والديكور الماكله اللي تبين اعتقادات السكان الامازيغ وتمسكهم بعاداتهم وثقافتهم. هذيك علاش معناها ديما تبقى يعني انتم لهنا في تمصرت يعني الثقافه الامازيغيه تحاولوا باش تحافظوا عليها في عاداتكم في تقاليدكم في موروثكم الغذائي زادا. اكيد هيك اهم حاجه. دونك حتى الموروث الغذائي اللي هو بريسك تمثل الكل كيف سيغتو توا كي باش تشوف الطاوله البسيسه هي موجوده كاين في شمال افريقيا كهو. نبريك هذا تلقاه في كل دار لازم في رمضان 30 يوم موجود صحيت في البريكة أنا تحب الطاجين. أي لازم لا نقاش. المكون الأساسي لطبقة تيكر بيزن هي عجينة التيكر بيزن واللي تتحضر قبل بوقت وذكرتنا شوية بنواصر. بسم الله. بعد ما حضرنا سلطة وصوابع فاطمة وطابت كل مكونات التيكر بيزن حطت كوثر العجينة وهكا عشان قريب يحضر. احنا عينا مزينا خاطر نحرك قبل نشوف وعلى نزيدوها حضرت باش نغرفو توا في التبسي هذا. أي انا بدلت لك التبسي خاطر ما حطيتلكش نتاع السيرفيس نتاعنا شويه حطيت لك التبسي القديم هذا برشا نتاعنا. قداش عمرو بالله؟ والله هذا نتاع بابا نتاع مميتو ما شاء الله تقريبا في 120 100 سنه هكاك يمكن قديم بالبيهي. دونك هكا فيه اللون الاخضر والاصفر. احنا هوني عندنا الجبال والصحراء ايه ونزرق تلقى غادي في الشمال والبحر. ايوه كاين سلسبيل باش نتعاملوا شويه. اي باش نحضر شويه ساي المغرب باش يقول الله اكبر توا يزمنا نحضروا ضغط على شقل تقريبا. كاش نحطوا اي هوني التمرات أي نشيل الأخرى نسحن. لحظات وقت بلش قل الفطر ما عادش بكري كوثر حطوها باش تبرد. أي هذا الطبق الأمازيغي اسمه يبرد شوية بيه. يعطيك الصحة كوثر تعبتك معنا وانت زيادة تعبتك معايا حضرت معايا اليوم يعطيك الصحة. تفكرنا بالدبرة دبرتنا اليوم هي تيكر بيزن هيا حضرت اللي هي بالقديد وبالحلبة وبالعدس وبالحمص والفول وكل شيء فيها دبيبش الكل. دونك كما تشوف ماهيش كما سوب عقدة شوية دونك تنجمش تكون شربة تكون كين بلا. وعنا زيادة صويبع فاطمة عملناهم وعنا سلايطة خضرة وباش نبداو نشقوا فطرنا على البسيسة هذية
اللي هي حاجه اساسيه يعني في تمازرت لهنا لازم خاطر هذه فيها الحلبه وتنقص بتخليك تشرب برشا ماء كي تبدا عطشين كي تشرب كويس من هذه يتنحى لك العطش باش تنجم تكمل تتعشى رجع بكشك بالماء حكايه فارغه دونك باش نبداو بالبسيسه وزيد عنا كيف كيف الطمينه اللي هي شنو الطمينه اللي هي زيدها كيف كيف بسيسه بالحلبه والباز نتاعها زيت زيتونه اوكي ونكلوها بالشريحة مع شقال فتر لازم مع شقال فتر كل واحد وكيفاش فما اللي يحب مع شقال فتر وفما اللي يحبها في السحور فما اللي في السهريه اما هي الباز الاكثريه احنا توا في تمازرت هذه ديما في فطور الصباح الشريحه ولا في فطور الصباح اي مش في رمضان في فطور الصباح اللي باش يمشي يخدم ولا باش يقضي شهور الصباح يقوم بكري يفطر على الماكله هذه تقنع بالباهي بالباهي والشريحه هذه مرقده في زيت زيتونه دونك وشويه زعتر عليها تقعد تصبر ساعات حتى اللي يبدا معناها وحده ولا نمشيو مع بعضنا نتعشاو الكل نلموا بعضنا جروب كامل ونطيبوا عشاء مع بعضنا ونتعشاو ما يقعدش واحد وحده في طماز اي ديما نتلموا مع بعضنا الناس الكل خاصه السنين ورمضان جاي في العطله هاي ما تقلقش تعاوني في كل شيء كما عاونتنا اليوم اكو شاشك امضي يا عم هادي اطف بارك الله فيك اي صحه اطف يعني شو أطف شد شد تهسمي في استازرت الشريحة وفي قاعدتنا زادة تعلمت بعض الكلمات الأمازيغية ماتشن يعني يفرق في اللسان ونرجع بعد كيفية هذي انذول انذول صحة شريبتكم الناس الكل بعد شقان الفطر في القرية الأمازيغية في تمازرت القهوة لابد منها في السهرية صحة شريبتكم صحة شريبتك لازمة لازمة شان عجبتكم الدبارة ليلة يعطيك الصحة زيد نفكروا ديما بالدبارة تيكربيزي اللي هي أكلة أمازيغية بامتياز أي وطوى هذه القهوة الززوة لازم واحد يعد درس نقولوا لبحذنا ضيف صحة شريبتكم بحذنا جارتي تبارك الله هي جيتنا باللبسه الامازيغيه التقليديه التمازرتيه اللي نحضروا بها في المناسبات والافراح واللبسه الامازيغيه نتاع كل يوم اللي هي الماليه ولا الحريم اللبسه اليوميه هذيك يعني تدور به المراه التمازرتيه يعني عندكم ما تحبوا تحافظوا على عاداتكم وتقاليدكم مش كان في الموروث الغذائي ايضا حتى في اللباس اي حتى انا طبعا في خدمتي لازم يكون موجود اي حتى في خدمتي في القهوه وكل شيء ديما نحاول نلبس حاجه فيها الرقم نتاعنا ولا ترمز للموروث الامازيغي نتاعنا معناها باش نوريوها للعباد اللي يجيو وديما نحاولوا باش نحكيوا عليها ونبارطاجيوها خاطر ياسر مزيانه دونك نحاولوا ديما نسقوا مع الحرفيات باش يعملوا لنا حاجه مودرن نلبسوها نجمو نتحركوا بها كيما تشوف معناها هذه لبسه نتاع قاعده مش نتاع حركه تلبسها وتقعد اما بخاتيك ما باش نجم تخدم لازمك ديما حاجه سبور وخفيفه حاجه تحرك بها وتدور بها وكل شيء اي نشرب حتى في الحلويات اخترتوا انه تكون حلويات هذه معروف في الجنوب التونسي يعني ديما معروف اللي هو قرنب هذه كانت صوره الحياه في تمازرت يتنقلوها جيلا بعد جيل تمازرت الكرم والضيافه تمازرت الذاكره والموروث والثقافه الامازيغيه بخير ويعطيكم الصحة على الزيارة هذه لتمازرت والمقهى بنجمعة وإن شاء الله نشوفكم في رمضان الجاي إن شاء الله إن شاء الله يعطيكم الصحة للناس الكل شكرا على الضيافة نتقابلوا إن شاء الله غدوة في موعد جديد في مدينة أخرى في دبارة أخرى صباح الخير صباح الخير